أليس، حاولي إنك تفهميني. بعرف إنه لساتك متضايقة مني، بس بترجاكي ما تعملي هيك. والله ما كنت بقدر أحكي لك. بعدين نحن ما كنا متقبلين هالموضوع كله. وأنا يا أوس مو متقبلة أبداً إنك تخبي عني هالشي، تمام؟ أوس، أنت كنت عطول صديقي وبيت سري، وكنت أقرب إلي من أخ يا أوس. ولساتني هيك؟ لا، صرت مع مجد وعم تعملوا مؤامرات علي، خدعتني يا أوس. أليس هالشي مو مزبوط؟ أنت بتعرف إنه مزبوط، فكرتني غبية وبتمرق علي، بس من هلأ ورايح ما رح اسمح لحدا إنه يخدعني مين ما كان. ليش عم تتخانقوا؟ شبكة ونصواتكم طالعة؟ زينة بترجاكي انك تهدي، كل شيء رح ينحل. لك مليت منك ومن اكاذيبك وما بقى اتحمل. بترجاكي لا تقولي هيك، كل يوم نفس الكذب نفس المشاكل. لك مالي بتضرر انه عيش هالعيشة. انا عم بعمل اللي بيطلع بايدي، شو اعمل يعني؟ بابا شبكون؟ صباح الخير مجد. بابا ليش من الصبح قاعدين عم تصرخوا هيك؟ شو صاير؟ ولا شي ابني، سوء تفاهم بيني وبين امك، لا تخاف. بس يلي بيسمعكم بيقول انه خناقة كبيرة وحامية كمان. يعني ما بتعرف امك لما بتنفعل؟ روح ابني روح، لا تشغل بالك. طيب مثل ما بدك. ما كان ناقصنا غير انه يحجزوا على البيت. اه يا جلال، لك الحق مو عليك، الحق على اللي بيوثق فيك. زينة مشان الله تهدي شوي، انا بوعدك اني حل الموضوع. لك شو اللي رح تحله بعد ما اجانا التبليغ؟ الديون صارت عليك اتقل من الجبال ولساتك بتقلي رح حل المشكلة؟ ولك شلون رح تحلها شلون؟ لك جاوبني لك جلال، من وين رح تدفع 350 ألف دولار هلأ؟ يلا احكوا لشوف، ليش كنتوا عم تتقاتلوا؟ شوفي أليس، نحن ما عم نتقاتل ماما، كنا عم نحكي بقصة بيناتنا. ماما صوتكم كانت واصلة لعندي على غرفة النوم وبتقلي بس عم تحكوا، خاصة صوتك انتي أليس. انا لازم روح على جامعتي بخاطركم. الله معك أليس. هاي البنت عم تجني على حالة، صايرة كثير عم تتجاوز حدودها. ماما هي ما غلطت بنوب، الحق كله كان علي. مشان هيك كان صوتها معبي البيت كله؟ ماما انت على طول بتظلميها لأليس، عم بقلك الحق علي. بس والله انا ما كنت حاسة هيك يا أوس. قلتك فؤاد حس بشي؟ اكيد حس انه في شي عم يصير. لك رح روح حاول جهدي اني حل المشكلة اليوم. حاولي انك تغطي علي ماشي؟ بنوش انا وضعي مو منيح، كتير تعبانة وما رح اقدر اغطي عليك، لا تعتمدي علي. رح اقول انه رفيقتي مريضة ورايحة زورة، وكمان رح اترك تليفوني بالبيت يعني منشان ما يشتلقوا على شي اذا اتصلوا ما رديت. بانا ما عم تفهمي، عم قلك والله مريضة ومو قدرانة. ماشي سونيا، خليكي هون محبوسة وكأنك مالك عايشة بهالدنيا، واذا بدك انتحري بيكون احسن. انتو تنتين مثل بعض، لك شو هالبلوة هي؟ الو. مرحبا استاذ سميح، انا المحامي يشار يالجنكايا، كيفك؟ اوهو اهلين، شو اخبارك؟ استاذ سميح، جلسة المحكمة تحددت مشان الاعتداء اللي صار ضد الانسي ساندي، وانت لازم تحضر الجلسة باعتبارك الشاهد الوحيد. ايه، وامتى موعد الجلسة؟ انا عم اتصل فيك مشان هيك. هلا استلمت بالنيابة عنك التبليغ اللي باسمك بالمحكمة، وكنت بدي اجيب لك اياه، بس انا طول النهار رح اكون مشغول بالمحكمة بدعاوى كتيرة، فاذا انت بتجي بتستلمه بكون ممنونك. طيب انا بعد شوي كنت طالع دوامي، خلص بمرق عليك بطريقي وباخده منك. شكرا كتير يا استاذ سميح، بخاطرك. يعطيك العافية، مع السلامة. اوف مراد، ليش هلا عم تتصل فيني؟ لك شو بدك؟ الو، لك مراد،
ترجاك لا بقى تتصل فيني وحل عني بقى. لك انت شو بدك مني؟ لك مراد انت ليش ما عم تفهم علي؟ لك ببوس ايدك تركني بحالي، ببوس ايدك طلع من حياتي بقى. اوف ساندي، شوفي على مين كنتي عم تصرخي؟ هذا مراد اللي اتصل وعصبت كتير من حكيه معي. يمكن انت معك حق، صار لازم روح واشتكي عليه للشرطة واخلص منه من مشاكله. طبعا طبعا لازم تروحي، شو ناطرة؟ روحي واشتكي عليه ورح يراسك منه. ايه رح روح اليوم، اصلا ما عاد ضل غير هالحل. ساندي انا كان لازم روح معك بس في عندي شغل كتير مهم. لا مجد اصلا ما في داعي، بعدين انت ما قصرت معي ابدا، اصلا اللي عملته معي ما حدا عمله. ما قلتوا لي هيك يا ساندي؟ يكون بعلمك اذا بتعيدي هاد الحكي رح ازعل. بعدين نحن مو رفقات. يلا انا صار لازم امشي. أوس كيفك؟ محتاج تساعدني بموضوع، بدي اشوفك بالجامعة. ماما انا لازم روح هلا وبسرعة. وليش لوين رايحة فؤاد؟ ما رح يوصلك؟ لا ماما انا ما فيني استنى، رفيقتي مريضة وتعبانة كتير ويمكن ناخدها على المستشفى لانه حالتها خطيرة. بقيلي له لفؤاد. لا يا ستي ما رح تروحي لمحل، عادي اهتمي باختك شوي. يا امي مو هي انتي قاعدة بالبيت هلا؟ انا لازم لحق رفيقتي قبل ما يصير لها شي لانه ما لحدا هون. سونيا ما عم تخليني فوت لعندها لانه فكرتني متفقة مع شكران. ماما انا لازم روح، قلتلك شو القصة. ومين هي رفيقتك؟ لين ما؟ ايه ماما لين. ايه باي. ماشي الحال انا بورجي. منك يا زافر. حبيبتي لين لا تضبي التخت لاني بدي غيرك الاغطية. طيب كيف دروسك حبيبتي؟ زافر عم يفيدك منيح بالدروس؟ ولشو عم تسألي خالي هاجر؟ لأنه ساويت هداك الكيك اللي بيحبه زافر وعم فكر انه يجي ياكل منه، شو رأيك؟ ما بعرف بنتي لي، بس ما يكون زافر مرضان. انتي اكيد متزعلة انتي وياه مهم؟ خالته هاجر بترجاكي ما بقى تسأليني شي. خلاص انا بعدين بغير الشراشف. زافر شو في كمان عمتي؟ ما عجبوني ابنه بهالبرد، انا تعاخدهم. ومرة تانية لما بدك تجيب فواكه جيبها مثل العالم والناس، هدول مو مناح. طيب وشو بدي اقلك؟ امريني عمتي. كنت عم اقول اذا بتطلع بهالفواتير اللي لازم ندفعهم، يعني مو انت شاب وعم تشتغل ومو ناقصك شي وعايش معي بهالبيت؟ حاضر عمتي انا رح احاول ادفعهم، بس هاليومين انا متضايق شوي. ما فهمت عليك، شلون يعني؟ ليش ما عم تشتغل منيح بالظاهر؟ مو عندك طلاب خصوصي وبتعطيهم على طول ولا شو؟ طلع فيني، ما تكون عم تحاول تضحك على عمتك وتخبي مصرياتك. ها معقول هالحكي عمتي؟ عم بحكي هيك لاني عم فكر اترك الدروس الخصوصية. شوفي مجد، شو هالشي المهم يلي جبته؟ او شانو لازم فوت على غرفة وردة بأسرع وقت. ليك مجد ما بنصحك بهالشي، بركي حدا شافك. مزبوط، بس اذا انت ساعدتني بهالشي بقدر فوت. طيب وخلينا نقول انك حسنت تفوت على هالغرفه، شو رح تستفيد يعني اذا ورده ما رح تسمع؟ ليه ضميري عم بيعذبني ولازم اعرف شو وضعها. مزبوط اوس، بدي اخلص الموضوع وارتاح منه بقى. بدي اخلص من الماضي، واذا ما خلصت من هالمشاكل رح تضل ملاحقتني على طول. انا فهمان عليك ماشي، بس ورده بغيبوبه وما رح تسمع ولا كلمه بتقولها، وعن جد ما رح تستفيد شيء. اوس اللي هلا بدك تساعدني ولا ما بدك؟ ماشي رح ساعدك، بس لازم تكون هونيك بوقت مناسب. طيب ليك روح على المشفى هلا وحاول تشوف لنا شو الوضع ماشي؟ تمام انا رح روح هلا، بس خليك مستنيني هون. لا استناك لا تطول.
لكن عطيتي الشريط لمجد مو هيك؟ وشو قلتي له؟ قلت له انه مو سهل علي ابدا انه اتقبلي اللي شفته بالشريط. وهو شو قال؟ يعني شو رح يحكي؟ والله يا مروة ما بعرف شو ساوي. نظراته كانت كتير حلوة لدرجة انه كنت بتمنى انسى كل شي صار وضمه. خلص حبيبتي لكان مو قدراني يا مروة، ما عم انسى يلي عايشني اياه. بجوز هالشي مو برضا، بس انا طبعا مو برضا. وانت بتعرفي، بعدين فكري، انتو عشتوا شي مشاكل قبل ما تجي وردة؟ لا، وكل المشاكل بلشت وقت اللي فاتت هالبنت على حياتكم. معك حق، بس بظن انه وردة قدرت تتغلب عليه لمجد، وهي هي المشكلة. وهو شو كان فيه يساوي يا أليس؟ والله هو بكل لحظة عم يثبت انه متمسك بحبكم. صحيح، حتى بالشريط كان عم يحكي عني كل شوي. شفتي؟ مو واضح انه مجد بحبك كتير؟ صدقيني هو عم يساوي كل شي مشان ما يزعلك. بجوز انه ما نجح بس حاول. وردة بالعناية المشددة وما عم يروح لعنده أبدا، بس لأنه عقله معك. فوت فوت ابني عود. ايه مرت عمي، شو كيف صارت سونيا؟ والله يا ابني ما بعرف، عم ترجف ولونها مخطوف، والله رح موت من الخوف عليها. والله يا مرت عمي، أول مرة بشوف عمي بهالحالة. ايه وين بنوش؟ ما أنا هون، رفيقتها مرضانة كتير وراحت لعندها، بس هلأ كمان شوي وبتجي. مرت عمي ليش خليتيها تروح؟ نحن حكينا بالموضوع، كيف هيك بتخليها تروح؟ ليش انت مفكر انه في حدا بهالبيت بيسمع كلمتي؟ اوف يا الله، بسيطة. طيب هلأ بدي قلها تليفون. لا ما فيك، لأنه نسياني تليفونها بالبيت. كيف؟ خلص لك ابني، هلأ شوي وبتجي. بعدين منيح انه راحت، لأنه في شغلة ضرورية بدي احكيها معك يا فؤاد. خليني روح ساوي بري شاي وبعدين منحكي. وينك؟ ايه منيح كتير، بدي تروح تدور لي على بانا، يمكن تكون بالجامعة. ايه او بتكون راحت لعند رفيقتها. اسمع، في قهوة جوات الجامعة هي على طول بتقعد فيها هي ورفقاتها، دور هنيك. يلا بسرعة، بس تشوفها خبرني دغري. ماشي. معقول ابني تقلب خلقتك هيك؟ لك شو فيها يعني؟ هي راحت لعند رفيقتها لين، بعدين هي رفيقتها من زمان ونحن منعرفها منيح يا ابني، لا تشغل بالك. بعدين بانا كتير بتحبك واكيد ما رح تساوي شي زعلك منها، بس انت اهدى شوي. صح مرت عمي، يلا بسيطة. بس لو انها قالت لي تعرفي انه انا كتير بوثق فيها. فؤاد يا عيوني، شو بدنا نساوي بموضوع سمير؟ عم بقول اذا بتحاول تفوت تحكي مع سونيا بركي بتوافق. طيب مثل ما بتشوفي، انا بحكي معه. مرحبا. اوه شو هالصباح الحلو، والله زمان. اهلين وسهلين. اهلين فيك، صار لي زمان والله ما اجيت لهون. مزبوط، سئت لهالمكان، كنت رايحة لعند رفيقتي، بس قلت مو حلوة اني ازعجة من وش الصبح. ممكن ساوي لي فنجان قهوة لو سمحت؟ من عيوني. انا شو جابني لهالمحل؟ فؤاد بيعرفه كتير منيح. تفضلي ضيافة المحل. يسلموا، بس ممكن تحط لي شوية سكر زيادة؟ تكرم عينك. في شغلات كتير ما بتنحل بالهدايا والمشروب الغالي. أنا مستحيل أتحمل هالعيشة أكتر من هيك يا جلال. عم قلك رح حل المشكلة، طولي بالك واهدي شوي. لك شلون بدي اهدى؟ زينة أنا محتاج لك كتير، لازم توقفي جنبي. بس أنا ما عدت بحاجتك أبدا. زينة نحن من زمان متزوجين، يعني عشرة عمر. أي لعن الساعة اللي تجوزتك فيها؟ زينة. عمو جلال انت منيح؟ منيح يا بنتي منيح. عمو جلال عود ارتاح شوي، عود رح روح جيب لك كاسة بول. شكرا يا بنتي.
منيحة ما هيك؟ ولا يهمك، إذا بدك ضل أنا فيني ضل عندك. لا روحي، ما في داعي أبدا، أنا صرت منيح، لا تشغل بالك. ماشي مثل ما بدك، انتبه على حالك. إن شاء الله. مشان شو لازم روح المحكمة؟ ما بقي لي أي علاقة بساندي، مزبوط ها؟ ولا شو لحتى روح وعذب حالي؟ على شو أكل هم لهالقصة؟ شوية إنسانية، في مين عم يستنى مساعدتك؟ سميح لا تكون بلا ضمير، يلا هيك. أنا كتير بردانة يا فؤاد، جسمي كله واجعني. سونيا ليكي، أنا فهمان إنك مريضة، بس لازم تقليلي شو عم تساوي من ورا ظهري. نحن ما في شي عم نساوي من ورا ظهرك يا فؤاد. طيب بس قليلي يا سونيا، بانا لوين راحت؟ أكيد أنت بتعرفي وين هي بتكون. قليلي عند لين، عم تسعى مشان كل واحد يتجوز اللي بيحبه. هي ما عم تساوي شي غلط. شو؟ أنت عن شو عم تحكي سونيا؟ فهميني أنت شو قصدك؟ سونيا ردي علي، مرت عمي الحقيني. سونيا ما بعرف شو صار لها. سونيا لك فهميني شو صار لك فجأة. سونيا، سونيا حبيبتي، لك شبك يا أمي؟ سونيا ردي علي حبيبتي. سونيا ردي رهاف. ليكي ما بعرف ليش متشائم اليوم، بدي اياكي ما تردي على التليفون ولا تفتحي الباب لأي حدا. ما بعرف، مو مطمئن، بانا مو بالبيت وابصر على شو بتكون ناوية. تمام. طيب حبيبتي وانا كمان بحبك. ماشي، انتبهي منيح وديري بالك. باي باي. يلا انا صار لازم روح، خاطرك. مع السلامة. احسان، اوف شو هاليوم؟ بتعرفي وقت اللي بشوفك بيتعكر نهاري كله؟ شوف لقلك إحسان، أنا ما رح أخذ من وقتك لأني مشغولة، رح أخلص من مشاكلي بأقرب وقت ممكن وحياتي رح تزبط، وإنت رح تندم كتير لأنك ضيعتني من إيدك وضيعت فرصتك معي. إيه مزبوط، أنا اللي ضيعتي. حلوة النكتة. إيه إنت نسيت قديش ترجيتك لحتى ما تتركني منشان نحاول ناخد فرصة جديدة، بس أنت عملتني معاملة سيئة بعدين. بنوش يعني تخليتي عني؟ أوه لا، مشان الله أنا من دونك بموت. إيه أنا تخليت عنك إحسان. أنا هاد اللي بدي إياه، مشان نصير متساويين. روحي اتجوزي، بلكي تبلي حدا تاني غيري. وأنا ما أفكر إني أتجوز هلأ، أنا بدي أعيش وحب مرة تانية ورح أرجع مثل الأول. بس كنت عم فكر وقت اللي رح تشوفني قاعدة بهالمكان مع حبيبي الحلو، أنت شو رح يصير فيك؟ رح تغار شي؟ ورح تضلك قاعد وأنت شايفنا؟ شو فيها؟ طبعا خلاص كل واحد منا بطريقه. لا أحسن، أنت بتحبني لا تكذب حالك، هذا كله عند، بس وحياتك أنت الوحيد اللي رح تكون بكرة ندمان. Thank you.
بعد اذنك. لحظة اذا بتريدي. عفوا يا انسل بس دقيقة. عرفت لك كل شيء يا مجد. برافو عليك. ايه ليك الساعة 3 اما بتروح وثلاثة ونص ابوها بيجي، يعني في عنا مدة نص ساعة. تمام، انا نص ساعة بتكفيني وزيادة. بدك تدير بالك لانه اخذين احتياطاتهم على الاخر. لقيت ممرضة هونيك بس والله كتير معاملتها صعبة. قلت لها رح نسوي دراسة على مرضى العناية المشددة بالمشفى. برافو عليك يا اوس. لكن يلا خلينا نبلش بسرعة لانه بعد نص ساعة اما الوردة بتمشي. يلا لكان يلا. عفوا يا انسة، انت ساندي مو هيك؟ ايه انا، بس انت مين؟ انا شفتك مرة مع سميح. قلت لي سميح؟ ايه، نحن وقتها ما تعرفنا على بعض بس انا كنت اسمع باسمك على طول. ما فهمت عليك، شلون؟ شلون يعني؟ هلا انا يعني ماني حابب فوت بهذا الموضوع، بس سميح مشغول باله عليكي وخايف يكون صاير لك شيء. ما فهمت. معك حق، اصلا انا كمان مو فهمان شيء. بس اللي انا عرفته انه سميح عم يدور عليكي بكل مكان. عم يدور علي؟ ايه والله، يعني كيف بدي اقول لك، انا ما بعرفه منيح لسميح بس انا حسيت انه مشغول باله كتير عليكي. يعني اذا بتتصلي فيه وبتطمنيه عليكي اكيد رح يكون مبسوط كتير. على كل بتشكرك كتير بس هلا وضع كتير سيء، لو سمحت ما تقول له انك شفتني او حكيتني خاطرك. والله معي. لك كيف يعني لساتك ما لقيتها؟ ولك كل هالوقت هاد وانت عم تدور عليها بالجامعة؟ دورت عليها بالقهوة محل ما قلت لك؟ طيب يلا بسرعة. طيب خبرني بس توصل لهنيك ماشي؟ أنا قاعد عم استنى تليفونك. يلا لا تطول. هلا لعيب مو علي يا بانا، روحي العبي على غيري. أنا ما عم بلعب عليك، عم قلك اللي رح يصير وانت فكر مثل ما بدك، بس انت هيك رح تضيع كل شي بيناتنا من ورا عنادك. مع انه انا بحبك كتير وعم حارب من شانك وبس بدي اكون معك. وانت شو اخدك على بيتها؟ قلت لك بالاول شوفها بقهوة الجامعة. بلا اما قالت راحت لعند رفيقتها. كيف؟ هي هلأ بالمعهد؟ طيب روح هلا لهنيك واول ما توصل اتصل فيني، خبرني دغري اذا لقيتها ولا لا. روح ولا تضيع الوقت. يلا. منيح اللي ما رحت لعند رهف، بس لو بعرف شو عم تخططي يا بانا. مرت عمي انا رح روح، بدك شي مني؟ ابني وين رايح وتاركني؟ الله يوفقك، شوف لنا شي دكتور بسرعه، البنت رح تروح من بين ايدي يا فؤاد. أوس روح أنت بالأول لأنه ما حدا بيعرفك من عيلتها، وبس تتأكد أنه ما بقي حدا منهم تبقى بتشر لي. ماشي مجد. يا الله شلون إجت المشاكل كلها فوق بعضها، والفحص قرب وما قدرنا ندرس ولا كلمة. ايه صحيح، بس يلا مو مشكلة، إذا شدينا همتنا من هلأ للفحص بكفي. ايه بكفي. ايه أليس نط البيوفيزيا معك شي؟ لازم تكون معي، استني لشوفها. شو هي أليس؟ آه هالورقة من شان المنحة، في مشفى بأمريكا رح تعطي منحة هاي السنة طبعا وخصوصي للطلاب المتفوقين. بالله جد؟ ايه ما بعرف بجوز قدم عليها. وقديش مدة المنحة؟ عم بيقولوا سنة، لسه ما عطونا التفاصيل، بس اليوم بدي اسأل عنها وعم فكر هلأ قوم اسأل عن هالموضوع. يلا منيح، خليني أنا لك أروح على غرفة التصوير مشان اشتري النوتة. طيب حبيبتي يلا بشوفك. الله معك. بانا رح قلك ياها مرة تاني. تفضل. نحن مو لبعض. إحسان مو هاد اللي حابة اسمعه، قلي إنك ما بدك تشوفني وإنه ما رح تغار علي. بانا فكر إحسان، في مليون واحد بيتمنى حبه بس أنا اخترتك إلك. شو هالبنت
على طول واثقة من حالي. المشكلة انه هذا هو السبب اللي خلاني احبها. ليه؟ انت ليش بالبيت؟ شو ما عندك دوام اليوم؟ ما في دوام. وليش بقى؟ ايه وشبكي يعني؟ بس ما تكوني مريضة. لا ماني مريضة. يعني زافر ما رح يجي لعندك اليوم؟ رح يجي بس. بس شو؟ لين أول مرة بحياتك بتعملي شيء له معنى، ممكن حضرتك ما تعملي شيء يجرحه؟ ماما زافر. مرحبا ست إقبال. ابن الحلال عم ذكره بيبان، لساتنا بسيرتك أنا ولين. ما أكون أزعجكم. تفضل. صباح الخير، أنا جلال ديمرخان. عم اتصل مشان نشوف نتيجة طلب القرض. خليك معي شوي زيد جلال، أنا بعتذر منك بس الطلب اللي قدمته مشان القرض مرفوض. ليش؟ ما أنا قدمت لكم كل الشروط اللي أنتوا طلبتوها. سيد جلال أنت كاتب بالطلب إنه السيد مصطفى زكينار هو رح يكفلك صح؟ إيه صح. وقت اللي اتصلنا فيه قال مزبوط إنه أنتوا بتشتغلوا مع بعض بس هو اعتذر عن الكفالة. بس أنا ما عم اشتغل معه لحاله، في كفلاء غيره إذا بدكم. ممكن بكرة أملكم كفيل. أنا آسفة سيد جلال بس هلأ نحن مستحيل نعطيك أي قرض. نعم زينة عندك؟ فوتيها دغري. مرحبا مصطفى. زينة شرفتي المكتب يا ميت أهلا وسهلا، تفضلي عادي. أنا ما رح أخذ من وقتك كتير. وأنا آسفة وبعتذر أني جيت من دون موعد بس أنا ما عاد فيني أتحمله. ولشو هالحكي؟ رح أعتبر أني ما سمعته أبدا. بعدين أنت بتعرفي منيح إنه اللي بيزعلك أنا بمحيه عن وش الأرض بلحظة واحدة. شكراً كتير يا مصطفى بس التبليغ اللي إجانا خلاني طلع كل شي جواتي وأنا جيت مشان أخد عنوان المحامي اللي نصحتني فيه مشان الطلاق. أنا خلص قررت وبدي أتطلق من جلال. خلصني. مرحبا، عم دور على الأستاذ فاروق. الأستاذ فاروق بتلاقيه بالطابق الثالث بقسم العناية المشددة. شكرا كتير إلك، يعطيك العافية. تكرمي يا أنسة، أهلا وسهلا. تفضل كل زافر، هاجر عملتهم مشانك. اسلموا ايديها، شكرا. والله انا ولين كنا عم نحكي عنك قبل شوي وانك كيف خليت هالبنت تدلوعة تصير شاطرة ومهتمة، مو هيك حبيبتي؟ اي مزبوط امي. مو لهالدرجة بس كأني ما عم شوفك عنا بالبيت بهالفترة. ما تكونوا اهملتوا دروسكن ها؟ ولا انا ما عم كون بالبيت؟ لا يا ماما بس بالحقيقة نحنا ما اهملنا دروسنا اساسا.
أنا جاي اليوم لعنكن لحتى أحكي بهذا الموضوع تحديدا. كيف يعني؟ أنا مضطر أني أترك التدريس يا ست إقبال، يعني ما عاد فيني أعطي لين دروس. كيف؟ شو هالحكي هاد يا ظافر؟ ليش بدك تترك التدريس؟ ما فيني إلكن، الأسباب شخصية كتير. أنا لازم أعرف شو السبب، يعني شو هي هاي الأسباب ظافر؟ احكي لي. معقول لي تصرفت شي تصرف ضايقك؟ الحقيقة بابا، مشان الله يا بابا ثوني حبيبتي، أنا ليكني جنبك يا أمي. ما قلت لنا شو معها؟ حسب اللي شفته تبين لي إنه المريضة متعرضة لضغط نفسي قوي، أو إنها زعلانة زعل كتير قوية. أنتوا جيبوا لها هذا الدواء وعطوها إياه، وأنا إن شاء الله بكرة بمرق عليكم، ولا تنسوا تسووا لها التحاليل. يسلموا إيديك يا دكتور. معفاي إن شاء الله. أعطيني إياها مرت عمي، أنا هلأ بجيبها. سلامة قلبها إن شاء الله. الله معك. عندي شغل كتير. فؤاد ابني، وين بدك تروح تتركني لحالي؟ بركي احتجني شي. طيب طيب مرت عمي، خلص ما رح روح، انت ولا يهمك، المهم انك ما تزعل. الظاهر انه مو ظابطه، بدي روح شوف شو صار معه. اوس تأخرت كتير، بدي ضل واقف هون. هلأ لفضيت الغرفة، شو ساوي؟ طيب خليني لك اروح لعنده. مجد دير بالك الشغلة مو مزحة، لأنه أهل الوردة إذا شافوك مصيبة حتى بيجوز يدعوا عليك إنه جاية تقتل لهم بنتهم. أوس أنا مستعد أتحمل النتيجة، ورح فوت شوف وردة لو شو ما صار. والله شكرا الدرج أسرع. ليش هيك صارت أمورنا؟ مين منا بيستاهل اللي صار؟ وليش لحتى تخرب الدنيا فوق روسنا؟ نعم مروة. مرحبا أوس، ما رح طول عليك. أنت برأيك ليش نحنا منحب بعض؟ ولوين بدنا نوصل؟ أنت شو قصدك؟ وليش عم تحكي معي هيك؟ جاوبني هلأ أوس. يا ريت الحياة ما عملت فينا هيك يا وردة. متمني إنك تطيبي وترجعي لوضعك الطبيعي.
شو القصة ظافر؟ إذا لين ضايقتك بترجاك تقلي شو الموضوع؟ إذا في شي احكي. لا، الموضوع ما له علاقة بلين بنوب. مثل ما قلت لك، في أسباب خاصة وبعتذر ما بقدر أحكيها. والله هالحكي مو مقبول. يعني ما فينا نعمل أي شي نخليك تتراجع عن قرارك؟ إيه فعلاً ظافر، أنا بحاجة للدروس اللي عم تعطيني إياهم. مع الأسف أنا ما رح أقدر أعطيها دروس، بعتذر يا ست إقبال، أنا اتخذت قراري. وأنا مضطر أترك التدريس لأسباب ما بقدر أقولها، خاصة بالوقت الحالي. يعني بتمنى أنك ما تحرجيني أكثر من هيك، لأني ما فيني أقول شي هلأ. والله يا ظافر أنا ما عم بفهم عليك أي شي. معلش، هيك بيكون أفضل للكل، وأنتي والأستاذ بكري لكم فضل علي ما بنسى، وشكرا على كل شي سويتوه معي. ولو ظافر نحن أصلا لازم نتشكرك. صدقني إنه قرارك زعلني كتير، وأكيد بكري رح يزعل كتير لما يعرف. بترجاكي إنه تشرحي له الوضع يا ست إقبال. أنا بستأذن هلأ، وشكرا مرة تانية على كل شي. بتمنى إني التقي معكم مرة تانية بظروف أحسن من هي. إن شاء الله، وأكيد نحن بنتمنى لك التوفيق. شكرا، بخاطركم. طيب فهمت انه ما لقيتها، بدي اياك تروح هلا لعند رهف، عم تفهم؟ اها، بس بسرعه كتير، وبتوقف قدام الباب. ليك اذا بتجي خطيبتي بانا اصحك تخليها تفوت لهنيك، فهمان؟ اكيد فيك تمنعها مو هيك؟ اها، يلا روح لكان، عم انتظر منك خبر. سلم. فؤاد، فؤاد وينك؟ تعال بسرعه. جاي مرت عمي، طولي بالك. ليكني مرت عمي، جيت لعندك. واخيرا رهف خانم، وهلا لقيتك. لو بتعرفي من امتى ناطره اللحظه هي. شو هالحالة؟ أنا شكلي عن جد ضعت، عم دور حوالين حالي مثل الفارة. هداك الزلمة قال لي بتلاقيه بالطابق الفوقاني، وين ممكن يكون مكتبه؟ ساندي؟ عم دور على الأستاذ فاروق شريمكن بقسم العناية المجددة. شكراً كتير، يسلموا إيديك. ولو تكرمي. جد رح جد من الشيء اللي صار. في عندي أسئلة كثيرة ولهلا ما بعرف شو أجوبتها. بتعرفي شو؟ أنا أيام بسأل حالي يا ترى الغلط كان مني؟ ولا انت اللي دمرتينا؟ أليس وانا وانت ثلاثتنا بنفس الوضع، لساتنا عايشين بس من قلة الموت. علاقتنا كتير غريبة، وقت اللي بعدت عنك خربت لك حياتك، وقت اللي رجعتي وقربتي مني انتي خربتي لي حياتي.
حسيتي بالكلام يلي قلت لك اياه؟ معقول كلامي رجعك للحياة؟ الحمد لله يا ربي. بتشكرك يا الله اني رجعت للحياة من جديد. بتشكرك يا رب.